الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة مع شروق عماد. إليك شروق. شكرا لكما أدا وأميرة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة لنشرة السادسة. أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 72 مليون دولار ليبلغ نحو 34 مليارا و878 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 34 مليارا و806 مليون دولار في يونيو الماضي. وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبترول على اعتماد مبلغ 235 مليون و955 ألف جنيه ل352 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية يبلغ أكثر من 5000 رأس، بذلك يصل إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و40 مليون جنيه لحوالي 42 ألفا و760 مستفيدا لتربية وتسمين ما يزيد عن 493 ألف رأس ماشية. في سوق المال ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تداولات مستهلة تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو البيع وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.2 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 17000 و697 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3566 نقطة. وصعد أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة. في أسواق المال الخليجية أغلق المؤشر القطري على ارتفاع مدعوما بصعود أسعار النفط بعد تخفيض كبار المنتجين حجم المعروض، بينما أغلق المؤشر السعودي منخفضا على خلفية ضعف أرباح الشركات. وارتفع المؤشر القطري بنسبة 2% منهيا جلستين من الخسائر، وواصل المؤشر السعودي خسائره للجلسة السابعة على التوالي إذ أغلق على انخفاض 2%. تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر مدير المشتريات بشكل طفيف ليسجل 54 نقطة في يوليو مقابل 53.8 نقطة في الشهر السابق. ومع هذا الارتفاع يكون القطاع الخاص غير النفطي في قطر قد سجل نموا للشهر السادس على التوالي بدعم من ارتفاع الطلبات الجديدة ومؤشرات الإنتاج والتوظيف والأنشطة الشرائية أيضا. أعلن صندوق التقاعد الحكومي الياباني، وهو أكبر صندوق تقاعد في العالم، تسجيل مكاسب قياسية خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 133 مليار دولار، وذلك بفضل الأداء الجيد لسوق الأسهم المحلية والسندات العالمية. وأظهرت البيانات أن الأسهم المحلية اليابانية كانت الأفضل أداء بين استثمارات الصندوق، حيث بلغت مكاسبها ربع السنوية 14.4% مع ازدهار السوق اليابانية مدعومة باستقرار مؤشرات التضخم. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكم أميرة وأدا. شكرا لك الشروق.